حروق بدرجات مختلفة، تشوهات جسدية ومضاعفات خطيرة يعاني منها هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا لحوادث حروق منزلية خلال شهر رمضان. شدوا خويا شوية دردشلف وعمي وأنا يبعتوني هي ديك الليلة هنايا، نقولوا ما تروحوش للطابونة، وكي تكون ماماكم تقلي بطاطا ولا لازم تكونوا بعاد عليها وربي شاهينا كاع. العيادة المركزية للأطفال المحروقين بالعاصمة سجلت أكثر من 130 مصاب خلال 15 يوماً الأولى من شهر رمضان. ارتفاع الحالات خلال الشهر الفضيل مشهد يتكرر كل سنة. وكاع السيرفيس تاعنا ما مر حتى آخرها. في مدة 15 يوم فات 130 واحد، وفي بينهم 11 ولا 20 اللي دخلوا في لارينيماسيون اتسيتيرا كي يتحرق اون سي بلو، ما نعرفوش واش نديرو. دونك تماك واش لازم يديروا، لازم ما يفو با بيردر يروح لك لا كونسيونس ولا حاجه. الحاجه الاولى اللي لازم تخموا عليها كي يتحرق واحد لازم ديريه تحت الماء، الماء هذاك باش يبرد شويه الحريق. كان اللي يديروا دونتيفريس، كان اللي يديروا القهوه، كل واحد واش يديروا. هذوك ماشي ملاح وما يعقدوا في الامور. ينبه المختصون حول ضروره ابعاد الاطفال عن المطبخ اين تحدث اغلب حوادث الحروق، وضروره توخي الحذر لتفادي ما لا يحمد عقباه.